أهلا بكم. دعونا نقول أن لدينا الاقتران f x يساوي e للقوى x. فقط ليكون لدينا إدراك كيف سيبدو ذلك، سنعمل رسم تقريبي للاقتران f x يساوي e للقوى x. سيبدو نوعا ما مثل هذا، سيبدو مثل هذا. إذا هذا هو e للقوى x، والمطلوب هنا تقدير f x يساوي e للقوة x باستخدام تقديرات سلاسل تايلور أو امتدادات سلاسل تايلور، وأنا أريد أن أحسبه ليس حول x تساوي 0، أريد أن أحسبه حول x تساوي 3 فقط لنلتقط قيمة تحكمية أخرى. إذا نريد أن نحسبه حول x تساوي 3، هذه هي x تساوي 3، هذه هنا، هذه f الثلاثة، f الثلاثة تساوي e للقوة 3، هذه هنا. إذا عندما نأخذ امتداد سلاسل تايلور، إذا كان لدينا اقتران متعدد من الدرجة 0 لتقديره، أفضل ما يمكن فعله هو أن يكون لدينا اقتران ثابت يسير باستقامة طوال x إلى 3. إذا فعلنا التقدير من الدرجة الأولى، إذا لدينا عبارة من الدرجة الأولى، وهذا سيكون خط المماس. بإضافة درجات أكثر وأكثر لها، سوف نكون قادرين على أن نصف محيط الشكل أو نقطة الالتقاء مع الشكل بشكل أفضل وأفضل. في المستقبل سوف نتحدث الكثير عن كيف سنقيس التقارب، كيف يكون الميل للالتقاء في نقطة واحدة، وعن كل هذا النوع. لكن مع هذا القول، دعونا نستعمل النموذج ثم نأمل أن يكون لديك الحدس في الفيديو الأخير. إذن امتداد سلاسل تايلور للاقتران f x يساوي e للقوة x، هذا سيكون الاقتران الممتد. إذن ما هي f c؟ حسنا، إذا كانت x تساوي 3 نقول c تساوي 3 في هذه الحالة. إذن c تساوي 3 هو f الثلاثة، f الثلاثة تساوي e للقوة 3. ما هي f فتحة لـ c؟ f فتحة لـ x هو أيضا f فتحة لـ x يساوي e للقوة x. أخذنا المشتقة لـ e للقوة x وحصلنا على e للقوة x. هذا واحد من أهم الأشياء عن e للقوة x. إذن هذه أيضا f فتحة لـ x. حقيقة هذا أيضا نفس الشيء مثل f للقوة n لـ x. نستطيع أن نستمر بأخذ المشتقة لهذا، وسوف نحصل على e للقوة x. f فتحة لـ x يساوي e للقوة x، تقدر هذا عند 3، تحصل مرة أخرى على e للقوة x. إذن p ال x تساوي e للقوة 3 زائد e للقوة 3 مضروبة في x ناقص 3 زائد المشتقة الثانية للاقتران، وهو ما زال e للقوة x. نقيم هذا عند 3 ونحصل على e للقوة 3 تقسيم مضروب الاثنين مضروبة في x ناقص 3 تربيع. نستطيع أن نكمل، المشتقة الثالثة ستبقى e للقوة x، نقيم هذا عند 3، c هي 3 في هذه الحالة. إذن سنحصل على زائد e للقوة 3 تقسيم مضروب الثلاثة مضروبة في x ناقص 3 تكعيب، ونستطيع أن نكمل بهذا. لكن أعتقد حصلنا على الفكرة العامة، لكن هذا ممتع جدا وليس مجرد نوع من الآلية لإيجاد الامتداد، هو يرينا كيف نضيف عبارات أكثر وأكثر، إنه يقرب e للقوة x أفضل وأفضل وأفضل، وتقديرنا يصبح بعيد جدا عن x تساوي 3. ولتفعيل هذا أنا أستخدم هذا المخطط التقريبي، وأعتقد أنني كتبت امتداد سلاسل تايلور e للقوة x عند x تساوي 3، وهو تعرف ماذا أردت وفقط أعطاني المسائل هنا،
وتستطيع أن ترى أن هذا نفس الشيء الذي لدينا هنا، إي للقوة 3 ضرب إكس ناقص 3 زائد 1 تقسيم 2. هذا حقيقة امتداد أكثر من المعاملات، بدلا من العامل 3 كتبنا 6 هنا، وهذا لديه مجموعة من العبارات هنا. هذا ممتع كثيرا حقيقة، رسم كل من هذه الاقترانات المتعددة مع العديد من العبارات. إذا في اللون البرتقالي لدينا إي للقوة إكس، لدينا إف الإكس تساوي إي للقوة إكس، وبعد ذلك هذا يخبرنا التقدير للدرجة إن يعرض بنقاط إن، إذا التقدير من الدرجة إن. إذا هذه حالة حيث أننا لدينا اقتران متعدد من الدرجة الأولى، إذا هذا مطابق تماما للاقتران المتعدد من الدرجة الأولى. سيكون هذه العبارات الثلاثة الأولى يؤدي إلى درجة صفر، هذه الدرجة الأولى لدينا إكس للقوة 1 موجودة هنا. إذا نحن فقط نمثل هذه. إذا كان هذا اقتران الذي مثل بنقطة واحدة وهذا هنا بنقطة واحدة، مثلته هنا، ويمكننا أن نرى أن هذا مجرد ميل المماس عند x تساوي 3 هنا. إذا هذا ميل المماس. إذا أضفنا عبارة، الآن لدينا اقتران متعدد من الدرجة الثانية لأننا أضفنا x تربيع، سيكون لدينا عبارة أخرى لكن ستكون درجة الاقتران المتعدد من الدرجة الثانية. إذا دعونا نشاهد النقطتين. إذا هذا هنا، إذا دعونا نرى لدينا نقطتين، ربما أنك ستلاحظ نقطة واحدة لكن هنا نقطتين. إذا لدينا نقطتين، وهذا القطع المكافئ، هذا اقتران متعدد من الدرجة الثانية هذا، لكن لاحظ إنه عمل جيد خصوصا حول x تساوي 3، وهذا يبقي المنحنى أطول قليلا. أضفنا عبارة أخرى، دعونا نفعل هذا بلون آخر. الآن لدينا اقتران متعدد من الدرجة الثالثة، إذا هذا اقترانك المتعدد وأنت رسمته. إذا دعونا نرى الثلاث نقاط هنا، إذا 1 2 3، وبذلك هذا هو المنحنى اقتران متعدد من الدرجة الثالثة. هذا هو المنحنى هنا، ولاحظ أنه يبدأ بإحاطة E للقوة X أقرب قليلا من الدرجة الثانية. وهذا يبقى مع هذا قليلا فترة أطول. ويبقى مع هذا قليلا فترة أطول. إذا لدينا فقط مثل هذا. أضفنا عبارة أخرى له، أضفنا عبارة من الدرجة الرابعة له. إذا لدينا الآن كل هذا زائد هذا. إذا كان هذا هو اقترانك المتعدد، إذا لديك هذا المنحنى المعتدل. لاحظ إذا أضفت عبارة سيصبح أفضل وأفضل في تقدير إي للقوة X من X تساوي 3، وإذا أضفنا عبارة أخرى سنحصل على هذا. هذا يؤكد يجب أن نكون قريبين. لدينا عبارات كثيرة، إذا نستطيع أن نجد تقديرك بحيث نستطيع أن نضيف عدد لا نهائي من العبارات. إلى اللقاء.